لذلك بناء على هذا أنا أعتقد أن أي ثورة تقوم في أي بلد من بلاد الإسلام على غير هذا الأساس فهي غير ناجحة، والواقع أكبر شاهد. الفتنة التي أقامها بعض الناس في الحرم المكي وما العاد عنك ببعيد، هذون كانوا تقريبا يعتبرون سلفيين، لكن طلب الشيخ عبد العزيز لكن ما كانوا أولا على علم جامع، وما ربوا نشأوا هلا في نهضة علمية بيسموها اليوم صحوة، لكن ما في تربية. هلا كثير من طلاب العلم بتلاقيهم هاجمين هجوم على تأليف رسائل وهني بعد في أول إيش الطريق. هذا شو بدلنا؟ بدلنا أنه ما في تربية، ما في خوف من الله، ما في بعد عن الرياء وحب الظهور، وقديما قالوا حب الظهور يقطع الظهور وإلى آخره. هذا يحتاج إلى زمن تربية، يعني مفهوم. بعد التصفية يحتاج إلى تربية. هذا كأمة كجماعة غير موجود اليوم على وجه الأرض، وبخاصة في فلسطين. ما أصيبوا في فلسطين باحتلال اليهود لبلادهم لأنهم كانوا مسلمين حقا، ولا أنا أزكي غيرهم، كل بلاد إسلامية كل الشعوب الإسلامية هكذا، لكن لكل شعب دوره في علم الله عز وجل. من هذا المنطلق أنا بقول ما أؤيد الانتفاضة، ولا أؤيد الثورة السورية اللي قامت أخيرا، كما لا أؤيد الثورة اللي قاموا في الحرم واللي قاموا عندكم في مصر وقتلوا السادات في الآخرين ولا يزالوا حتى اليوم. نعم في سوريا بقول، ما أنا قلت سوريا، كل هذا لا يفيد إطلاقا، وإنما الذي يفيد هو أن نظل نمشي على العلم الصحيح، وأنا ربي أولادي وبناتي والثاني والثالث والرابع وهكذا. يعني التاريخ يعيد نفسه، كيف فعل الرسول عليه السلام نحن يجب أن نفعل كذلك.